ويسعد لي اوقاتكم جميعا، وجينا للمطبخ من جديد وبسوي معكم برجر لذيذ راح تدمنونه وتبطلون برجر المطعم. وبعد ما افرم الدجاج راح اتبلها بهالتوابل: ملح وكزبره ناشفه، بصل بودره، بابريكا وفلفل اسود وثوم بودره وبهار البرجر. وبرضو راح اضيف لها نص كوب بقسماط عشان البرجر يتماسك معي. بس هذه كل المقادير. وهذا الدجاج انفرم في خلال اقل من دقيقة، شايفين شلون؟ سريعة ما شاء الله. الحين راح نتبلها. خلاص كذا البرجر جاهز. يفضل انكم تدخلونه الثلاجة شوي يتماسك، او اذا حبيتوا تحطونه بالفريزر وتطلعونه وقت ما تبون وتشوونه بالشواية. طلعت البرجر من الفريزر والحين راح اشويه بالشواية. عاد انتم براحتكم تبونه بالشواية بالقلاية الهوائية حسب ما تحبون، بس انا راح اسويه بالشواية. وما شاء الله تبارك الرحمن خلص برجر الدجاج سريع سريع، سهل ولذيذ. إذا جربتوا تتبيلة هالبرجر راح تدمنونه. وبالعافية.